نبدأ حلقتنا اليوم من كهرمان والأربعين حرامي، واحدة من أجمل حكايات ألف ليلة وليلة، صاغها بزميله الفنان المبدع محمد غني حكمت لتكون بداية الطريق لواحدة من أجمل مناطق بغداد، وهي كرادة الشرقية، والتي ميزت عن كرادة مريم التي بدورها تقع في الجانب الغربي من نهر دجلة جهة الكرادة. الكرادة الشرقية يعني بغداد العصرية، يعني الأناقة والتمدن والجمال. من نقول الكرادة يعني المقاهي الثقافية والقهاوي الشعبية، وأيضا ما ننسى الأسواق والمحلات الموجودة والمطاعم. بالكرادة أكو هواي أماكن ترفيهية، أكو مسارح، مراكز ثقافية. كانت ولا زالت مدينة التعايش المشترك